أعلن استقالتي من رئاسة الحكومة اللبنانية. بعد بكير كتير حتى ينحكى باستقالة الحكومة. أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون مستقبل، وفيها j'accueillerai donc demain à 12h15 le premier ministre Hariri. الإليزي يستعد لاستقباله ظهر اليوم. الحريري يقول إقامتي في المملكة للتشاور بشأن مستقبل لبنان. ما شاء الله لما بيرجع دولة الرئيس بيزداد هذا الاستقرار وبيقوى أكثر وأكثر. المشنوق من بعبد استقالة الحريري لها مضمون سياسي يجب مناقشته. نعتقد أن حزب الله منظمة إرهابية وأنه لا بد من نزع سلاحه. الجبير يجدد دعم المملكة للرئيس الحريري ويؤكد أن لبنان لن ينعم بالسلام قبل نزع سلاح حزب الله. صباح الخير، يزور الرئيس سعد الحريري فرنسا اليوم آتيا من الرياض تلبية لدعوة ودية وجهها إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يستقبله ظهر اليوم في قصر الإليزي كرئيس وزراء بلد صديق لفرنسا، كما أعلن خلال مؤتمر صحفي أمس في القمة الأوروبية الاجتماعية التي انعقدت في مدينة غوتنبرغ السويدية. الدعوة التي وجهت إلى الرئيس الحريري منذ يومين هي دعوة صداقة للتشاور معه والاستقباله في باريس كرئيس وزراء بلد صديق لفرنسا. سأستقبل غدا عند 12:15 رئيس الحكومة سعد الحريري مع المراسم المخصصة لرئيس وزراء قدم استقالته، لكنها ليست مقبولة في لبنان بعد بما أنه لم يذهب إليه، وبالتالي أستقبله كرئيس للوزراء. مع ذلك سيكون لنا بداية نقاشات خلال خلوة بيننا على أن تستتبع بغداء يتسم بالصداقة والطابع العائلي بما أن الرئيس الحريري سيأتي وعائلته. بعد ذلك أعتقد أن الرئيس الحريري سيعود إلى بلاده في الأيام أو الأسابيع المقبلة، ويعود إليه أن يعبر عن خطة عمله. قال وزير الداخلية نهاد المشنوق إن لاستقالة الرئيس سعد الحريري مضمونا سياسيا يجب أن يناقش بين كبار المسؤولين. وبعد لقائه رئيس الجمهورية ميشيل عون في قصر بعبدة قال المشنوق: جئت لأشكر رئيس الجمهورية بشكل شخصي على حكمته وقدرته إدارة أزمة غياب رئيس الحكومة وجمع اللبنانيين على هذا العنوان وتجاوز كل الخلافات. وجيت أيضا أكد على توازن الكلام السياسي اللي صدر عن فخامة الرئيس، خاصة بالنص المتعلق بالتفاوض على أسباب الاستقالة. هذه الاستقالة لها مضمون سياسي بسوى المسؤولين الكبار يقعدوا يناقشوه ويشوفوا شو مضمونه وشو اللي ممكن يتصلح فيه وشو اللي ممكن يساعد لبنان على استمرار استقراره السياسي والأمني. نحن بحالة استقرار واضحة رغم الأزمة الكبيرة اللي مرينا فيها، وإن شاء الله لما بيرجع دولة الرئيس بيزداد هذا الاستقرار وبيقوى أكثر وأكثر سواء بالجانب المالي أو الاقتصادي أو السياسي. أيا كان طبيعة الأزمة السياسية اللي عم نعيشها، الانتخابات رح تصير بموعدها. فخامة الرئيس أكد على هذا الأمر وأكد على أنه نحن واجبنا الديمقراطي أنه نحافظ على هذا العنوان. نوه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بحكمة رئيس الجمهورية في معالجة الأمور، وخلال اتصال هاتفي طمأن عون المفتي إلى أن الأمور سائرة نحو النهاية السعيدة. أجرى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالا برئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون جرى خلاله بحث ما آلت إليه الأمور بعد استقالة الرئيس سعد الحريري، ونوه المفتي دريان بالرئيس عون وبحكمته الكبيرة في معالجة الأمور بالخروج من الأزمة الراهنة. أما الرئيس فطمأن المفتي دريان أن الأمور سائرة نحو النهاية السعيدة. وأبدى المفتي دريان أمام زواره ترقبه ومتابعته لمسار الأمور التي تخيم على لبنان، مشيرا
مشيرا إلى أن كل اللبنانيين بانتظار عودة الرئيس سعد الحريري ليمارس دوره الوطني الكبير في كل ما يصب في مصلحة لبنان أولا، مؤكدا ثقته بحكمة القيادات السياسية والدينية وبوعي المواطنين عامة الذين هم وحدة متكاملة جامعة وترعى شؤونهم الدولة اللبنانية من خلال الميثاق الوطني الذي أقرته وثيقة اتفاق الطائف برعاية المملكة العربية السعودية وأشقائها العرب. وأعرب المفتي دريان عن أمله الكبير بالأشقاء العرب أن يستمروا دائما باحتضان لبنان وشعبه لما فيه المصلحة العربية المشتركة، داعيا إلى تحييد لبنان عن كل ما يجري في المنطقة العربية. وفي دار الفتوى التقى المفتي دريان رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مغزومي الذي شدد على أهمية الحوار السعودي اللبناني. المرحلة القادمة تتطلب الهدوء، تتطلب عملية التواضع، نتمنى يخففوا المواقف اللي عم تصير متشنجة. مرحلة صعبة مرقنا فيها، دولة الرئيس إن شاء الله بيكون معنا الأسبوع الجاي، وخلينا نبني على الأمور بعد ما يرجع. وجدد مخزومي ثقته بحرص المفتي على مصالح الطائفة السنية عموما وتمسكه بالسلم الأهلي ورعايته الدائمة للوحدة الوطنية. أكد وزير الخارجية السعودية عادل الجبير من مدريد أن المملكة تدعم الرئيس سعد الحريري وأن حزب الله كان يعرقل عمل الحكومة واختطف النظام المصرفي لصالح أنشطته الإرهابية. كما جدد الجبير الدعوة إلى نزع سلاح حزب الله كي ينعم لبنان بالسلام والاستقرار. Prime Minister Hariri is a Lebanese citizen. He is also a Saudi citizen. الحريري مواطن لبناني وأيضا سعودي، ودعمناه عندما تولى رئاسة الحكومة قبلا وفي المرة الأخيرة، ورأينا أن السياسة التي يتبعها هي الأفضل للبنان، ولكن ما رأيناه أن حزب الله كان يضع العراقيل أمامه وجعل من الصعب على الحريري أداء مهامه وأن يحسن الأوضاع في لبنان. نعتقد أن حزب الله منظمة إرهابية وأنه لا بد من نزع سلاحه كي ينعم لبنان بالسلام. وكانت البحرين اعتبرت أن سياسة النأي بالنفس غير موجودة في لبنان، فيما رأت الإمارات العربية المتحدة أن الإجماع العربي هو الحل لمواجهة النفوذ الإيراني. رسائل عدة وجهتها أكثر من دولة عربية قبل يومين من الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب في القاهرة الذي سيلتئم بدعوة من المملكة العربية السعودية لمناقشة انتهاكات إيران وتدخلاتها في الدول العربية. ففي سلسلة تغريدات على تويتر أكد وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد الخليفة أن من يحضر اجتماع القاهرة ولا يرى الخطر الداهم الآتي من إيران وأتباعها والذي يستهدف نشر الطائفية وتقسيم الأمة وإسقاط الدول فهو أعمى أو يتعامى أو في إنكار خطير وغير مبرر. وأضاف أن سياسة لبنان بالنائي بالنفس غير موجودة وليست أكثر من كلام إعلامي، فالإرهابي الذي يحارب في الخارج ويدرب الإرهابيين ويسلحهم في دولنا هو الذي يجلس على كراسي الحكومة ويتحكم في قرارات وسياسات الدولة اللبنانية، ومن يرمي تهم الاحتجاز والاختطاف على دول يشهد تاريخها بأنها تدعم استقرار وازدهار لبنان هو نفسه الذي يجلس مع المختطف والمحتجز وسيد الإرهابيين ويشاركه الحكم. وعبر موقع تويتر أيضا شدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على أن خيارات العرب واضحة جلية في هذه المفاصل، إما أن نراهن على توجه عربي جامع يرفض الهيمنة والطائفية والسطوة الإقليمية، أو نروج لوصايات إقليمية ونلبسها أثواب المقاومة والمذهب والحزب. وأضاف قرقاش أنه في خضم التحديات الحالية يبدو راسخا أن الخيار العربي هو الأسلم، الاختبار عسير والحل في الإجماع العربي. وختم قائلا: أما الخطاب المذهبي المغلف بشعارات المقاومة والممانعة فلا يمثل بديلا للموقف العربي، فهو نموذج تعرى بنفاقه وازدواجيته وببعده المذهبي وسعيه لإخضاع العرب للنفوذ الإيراني. أعلن القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان الوزير المفوض وليد البخاري عبر تويتر أن سفارة المملكة في لبنان تتابع باهتمام تعرض ممتلكات مواطنتين سعوديتين للاعتداء من قبل عدد من الشبان في منطقة المصيطبة. وأوضحت السفارة أنها تتواصل مع السلطات والأجهزة الأمنية اللبنانية لكشف ملابسات الاعتداء الذي من شأنه إثارة مشاعر الكراهية
ومعرفة المتسببين وتقديمهم للعدالة. وأرفق البخاري التغريدة بصورة للممتلكات التي التهمتها النيران. ولاحقا أصدرت السفارة السعودية بيانا قالت فيه: نظرا إلى الأوضاع في لبنان، طالبت من المواطنين الزائرين والمقيمين في لبنان للمغادرة في أقرب فرصة ممكنة. المكتب الإعلامي للوزير نهاد المشنوق أصدر بيانا أكد فيه أن ما نشر عن تهديد سعوديات في لبنان لا أساس له من الصحة، وهو خلاف لبناني لبناني لا علاقة لأي طرف سعودي به. ولفت البيان إلى أن قوى الأمن الداخلي ستصدر اليوم بيانا يوضح الملابسات وسير التحقيق بعدما ادعى أهلا بكم. نعود لمتابعة النشرة. عقب مقدمة نارية أطلقها عبر برنامجه كلام الناس، تفاعلت قضية الزميل مارسيل غانم من خلال رد لوزير العدل سليم جريساتي. كيف قرأ غانم الرد وكيف تفاعل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع الموضوع؟ التقرير لعلاء سرحال. هل تريدون بعد سنوات من محاولات السوريين والميليشيات وغيرهم تدجين الإعلام في لبنان ولم ينجحوا أن تمارسوا مع الإعلام ترهيبا أمنيا لا يليق بمسيرتكم ولا بعهد الرئيس عون؟ لم تتوقف ترددات مقدمة الإعلامي مارسيل غانم ضمن برنامج كلام الناس بعد ادعاء وزير العدل سليم جريساتي عليه وعلى مدير الأخبار في الـ LBCI جون فغالي وعلى صحفيين سعوديين استضافهما في حلقة 9 من تشرين الثاني. وردا على مضمون المقدمة، رد وزير العدل سليم جريساتي ببيان شديد اللهجة، قال بأن زمن العهر الإعلامي والمتفلت من أي ضوابط أخلاقية أو مهنية قد ولى. فكيف رد غانم على كلام الوزير جريساتي؟ أنا آخر شيء بالميزان حبيت بنهاية المطاف أن دق ناقوس الخطر، لأنه أنا مش شخص عم بقول أنه أنا فوق القانون ولا يتم المحاسبة أو غير خاضع للمحاسبة. أنا اللي عم بقوله أنه نحن لازم نتصرف بعدالة ومش بفوقية. نحن مؤمنين بهذا العدل في لبنان كنا، بس للأسف الممارسات اللي عم بيمارسها بعض القضاء في لبنان لا تمت إلى الاستقلالية ولا إلى الحرية. وهون أنا بخاف من هون على كل مناخ الحريات في البلد، لأنه آخر شيء إذا ما في قضاء مستقل ما في شيء بالبلد قائم. أنا اللي عملته آخر شيء محاكمة أيضا مش بس للطبقة السياسية بالبلد، محاكمة بنوع من المحاسبة لفترة اللبنانيين عم بيطرحوا تساؤلات فيها كتير عن عهد وعدوا فيه هني أنه بالتغيير وبالإصلاح. للأسف ما شفنا إلا محسوبيات ولا محاصصات ولا تعامل يعني بالقطع مع كل مسألة من دون أي معيار لا قانوني ولا بعتقد أخلاقي. للأسف اللي صار أنا دقيت ناقوس خطر بيتعلق بكرامتي أول شيء شخصية، لأنه تم التعرض لوضعيتي بشكل يعني لا يمت إلى الأخلاق بصلة، خصوصا أنه يعني تم التعاطي بموضوعي وكأنه شخص نكرة مش موجود. أصداء المقدمة النارية التي ترددت على وسائل التواصل الاجتماعي حصدت تفاعلا كبيرا من قبل الناشطين ليحتل هاشتاج كلام الناس المرتبة الأولى في لبنان. وزراء ونواب وناشطون رفضوا قمع الحريات وممارسات القوى الظلامية، ليرد مستشار رئيس الجمهورية جون عزيز بسلسلة أسئلة حول الجهة التي أرادموها غير القضاء لمعالجة هذا الملف. ويبقى هنا السؤال للرأي العام: هل أصبح الإعلام بحاجة لهوية تعريفية عن كيفية قيامه بأعماله، أم أن عصر التضييق على الحريات عاد إلى الأضواء؟ من جهته أكد وزير الإعلام ملحم ريشي أن التطاول على رموز الوطنية غير جائز في أي ظرف، خصوصا عبر الإعلام. وفي حال وقع الإعلام في أي خطأ غير مقصود فهناك آلية متبعة من خلال وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام. وكان مستشار رئيس الجمهورية جان عزيز قد سأل وزير الإعلام ماذا يفعل حزب القوات اللبنانية حين يتعرض له أحد في الإعلام،
هل يلجأ إلى القضاء أو إلى المجلس الوطني؟ إن وزير الاتصالات جمال الجراح والنائب حسن فضل الله على خلفية رخصة شركة جي دي اس، وسط تأكيد الجراح أن فضل الله ينصب نفسه مرشدا على الوزارة ومحققا في مقر حزبي بالضاحية. التقرير لربيع شنطف. يبدو أن السياسة دخلت على خط ملف الاتصالات، لا سيما فيما يتعلق بمسألة إعطاء رخصة لشركة جي دي اس لمد الألياف الضوئية التي تساهم بتطوير الهاتف الثابت وتسريع الإنترنت. وزير الاتصالات جمال الجراح يرد الكرة للنائب حسن فضل الله الذي لوح بالقضاء متخطيا الوقائع. الأزمة بدأت بالجلسة اللي سبقت هذه الجلسة، عندما طلع حسن فضل الله يحكي بالإعلام عن نسبة الدولة 20% ونسبة الشركات 80%، رغم أنه أنا كنت فسرت باللجنة أنه 20% من المبيعات هي تساوي أكثر من 50% من الأرباح. في سنة من السنوات يعني وزارة الاتصالات ووزارة المالية أخذت 18 مليون دولار بينما أرباحهم الصافية 10 مليون. شرحنا هذا الأمر، لكن هناك نيات مبيتة، لكن حسن فضل الله كإعلامي سابق عم بيحاول جهده أنه يشوه صورة الوزارة وصورة الوزير وأنه في مخالفة مرتكبة. طيب يا جماعة انتظروا لا يطلع قرار مجلس الشورى الدولي، بيقولوا لي ما أنت بتعرف شو القضاء بلبنان، يعني هناك تشكيك بالقضاء، في حدا بده يحط حاله فوق القضاء. بعض النواب بدل ما يجيبوا معهم القانون، بعد ما يجيبوا معهم المراسيم بيجيبوا جريدة الأخبار. مخالفة أخرى ارتكبها فضل الله بحسب الجراح حين تحول إلى محقق في مقر حزبي. أمر بمنتهى الخطورة أنه حسن فضل الله بيطلب من مدير عام أجيره عماد كريدي أنه يروح على مكتبه الحزبي بحارة حريك، وبيطلب من صاحب أو مدير شركة جي دي أس يروح لعنده على مكتبه الحزبي بحارة حريك، وبيحط كل واحد بغرفة وبيبلش يجري نوع من التحقيق على طريقة السباك، وبينقل كلام بين اثنين مليء بالتأويل وبالاختلاقات. بيقول له لمدير جي دي اس عماد كريدي بيقول، طبعا دون معرفة كل واحد منهم انه التاني موجود بغرفة تانية على طريقة المخابرات، بمحاولة انه يقدر ياخد شي معلومة تفيده بالهجوم على وزارة الاتصالات. هون انا بدي اتساءل كيف باي حق انت رئيس لجنة اتصالات تعمل هذا الموضوع بمكتب حزبي بحارة حريك؟ شو صفتك؟ عينت حالك مرشد على وزارة الاتصالات؟ ويبقى التخوف ان تؤثر العرقلة السياسية على عمل الوزارة التي بدأت منذ اشهر بالانتقال إلى الأخبار الإقليمية والدولية، تحرر العراق بالكامل من تنظيم داعش الإرهابي، فيما تواصل القوات العراقية ملاحقة فلوله على الحدود العراقية السورية. ثلاث سنوات من المعارك انتهت بطرد تنظيم داعش من قضاء روى، آخر معقل له في العراق. الفريق الركن عبد الأمير رشيد يرى الله وفي بيان من قيادة العمليات المشتركة أعلن أن القوات العراقية حررت قضاء روى بالكامل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه. وأعلنت خلية الإعلام الحربي استمرار العمليات العسكرية لملاحقة فلول داعش والسيطرة على الحدود الدولية مع سوريا. وزير الدفاع العراقي عرفان الحيالي هنأ الشعب العراقي على النصر على داعش، وقال إن القوات العراقية أنجزت نصرا سريعا وصفحة داعش انطوت إلى غير رجعة. العمليات العسكرية التي شاركت فيها الفرقة السابعة وعمليات الجزيرة والحشد العشائري كانت انطلقت من ثلاثة محاور، وتمكنت في وقت قصير من تحرير أحياء أبو كوة، البعبيد، القادسية، الأزرشية في الجزء الغربي لمركز قضاء راوة، إضافة إلى حي راشد والحي العسكري وراوة القديمة والجديدة، بمساندة واسعة من طيران التحالف والمروحيات العراقية. سبق ذلك توجيه نداءات لأهالي راوة دعته
تساعدهم فيها القوات العراقية إلى رفع رايات بيضاء فوق منازلهم، وحثت عناصر داعش على تسليم أنفسهم. مراقبون اعتبروا أن التنظيم سيبقى متواجدا على مساحة تقدر ب 18,000 كيلومتر مربع، تعادل 4% من مساحة العراق، تتمثل بصحراء ووديان خالية من السكان تقع بين الأنبار ونينوى. جرح 20 شخصا على الأقل في حريق ضخم التهم دارا لرعاية المسنين في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، وسرعان ما تمددت ألسنة النيران إلى عدد من المباني المجاورة، ما دفع السكان إلى إخلائها فورا والبقاء في الشوارع. هذا وهرعت عشرات سيارات الإسعاف والأطفاء إلى موقع الحادث لإنقاذ المواطنين ومحاولة السيطرة على الحريق. فقدت غواصة عسكرية أرجنتينية على متنها طاقم يضم 44 فردا في جنوب المحيط الأطلسي، مما أدى إلى إجراء بحث شامل لتحديد موقع الغواصة التي ربما واجهت مشاكل في الاتصال، بحسب متحدث باسم البحرية. وبدأت البحرية بحثا جويا وبحريا، وذكرت وزارة الخارجية الأرجنتينية أن الولايات المتحدة وبريطانيا وتشيلي قدمت دعما لوجستيا وتبادلا للمعلومات للمساعدة في البحث. اشتبكت الشرطة اليونانية مع شبان ملثمين في العاصمة أثينا، بعدما قام آلاف اليونانيين بمسيرة في شوارع العاصمة في ذكرى انتفاضة طلابية دامية عام 73 ضد المجلس العسكري الذي كان يحكم البلاد في ذلك الوقت. وسار أكثر من 10,000 شخص سلميا إلى سفارة الولايات المتحدة التي يتهمها بعض المحتجين بدعم الحكم العسكري الذي استمر 7 سنوات. ونشرت السلطات نحو 5,000 شرطي في شوارع وسط أثينا. وفي الختام يبقى أن نذكر بأبرز ما جاء في النشرة من عناوين. J'accueillerai donc demain à 12h15 le premier ministre Hariri. الإليزي يستعد لاستقباله ظهر اليوم. الحريري يقول إقامتي في المملكة للتشاور بشأن مستقبل لبنان. إن شاء الله لما بيرجع دولة الرئيس بيزداد هذا الاستقرار وبيقوى أكثر وأكثر. المشنوق من بعبدة، استقالة الحريري لها مضمون سياسي يجب مناقشته. نعتقد أن حزب الله منظمة إرهابية وأنه لا بد من نزع سلاحي. الجبير يجدد دعم المملكة للرئيس الحريري ويؤكد أن لبنان لن ينعم بالسلام قبل نزع سلاح حزب الله. وبهذا نكون وصلنا لختام نشرة الأخبار. أشكر لكم متابعتكم وإلى اللقاء. أعلن استقالتي من رئاسة الحكومة اللبنانية. بعد بكير كتير حتى يلحق باستقالة حكومة.